السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب براقي وسوف نستعرض بعض الأشغال اللي جاية في الداخلية، يعني فيما يخص القاعات نتاع تغيير الملابس وكل المرافق الداخلية، ونشوف باللي هناك فيه يعني الأشغال جيدة جدا، يعني هو الألوان مليحة، وكذلك سوف نشاهد القاعة نتاع المحاضرات اللي تم يعني الديكور تاعها باحترافية كبيرة، وهذا شيء يعني يناسب الملعب، يعني النوعية تاع الملعب، يعني من ناحية التصميم ديالو، يعني حتى الألوان تاع الكراسي في محلها تعتبر جيدة. ونخليكم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.